شايف هالولد قديش عم يعذبك؟ القصة واضحة ما بدها شرح. لا اشرحي لي، ما فهمت. معقول في بالدنيا ولد غليظ مثل هاد ما بيحترم الكبار ابدا؟ الواحد احسن له ما يجيب اولاد مثل هاد. ايه ايه بس يعني شو اعمل؟ ما بعرف شو لازم تعمل، يعني لاقي لك شي طريقة. فكر، المهم ما يضل هون ويتوقح عليك. كيف بدي بعده؟ انت بتقدر، في كتير طرق سهلة لتبعده. وهي اجتك طريقة لتخلص منه وتكفي حياتك مرتاح. لا 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 لا، هذا حرام حرام. بس شبك، خلصنا بقى. خليك ما عم ترد علي لحتى لالي ما عاد تطلع فيك ولا حتى تسأل عنك. ايه وساعتها نط من هون وموت لحالك. من هون لوقت ما يكبر ما رح تقدروا تجتمعوا سوا. فهم علي، لالي رح تعطي حسنك من قلبها كلها له. ولك شيخار، ليش خليته يروح؟ صحيح مثل ما بيقولوا، الشجاع بينهزم مرة والجبان كل مرة، ما رح يطلع بإيدك شي. تذكر لالي وابكي، وخليك عم تشكي من إهماله إلك، وكمان ساعده للولد مشان ما يوقع، وبعدين ما دهاف هو رح يكسب كل شي. مو مشكلة، خليه يربح، بس هذا الشي ما رح أعمله أبداً. ولالي لازم تعرف كل شي. لا انا هلا رايح خبر لالي انك طلبتي مني تفوش مادهاف من هون. انا لا هلا اسمعني بدي شوي شي خالد. لا 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 بدي روح خبر لالي، لازم الا ايه وخبرها انه سومان طلبت مني تفوش مادهاف.